يسعد مساكم مشاهدينا. البطولة متواصلة وسط مسلسل التأجيلات والتخبط الإداري والأذى يلي عم يلحق بالأندية واللاعبين وفينا كتلفزيون. ونهاية البطولة صارت مثل الجنين يلي ناطر ولادة قيصرية. الأهم بالنسبة إلنا بيبقى ورح يبقى منتخب لبنان مع أجواء مش طبيعية رافقت لقاء اللجنة العليا للاتحاد مع الجهاز الفني للمنتخب. شو هي مهمة ثيو بوكير بألمانيا ومين هو داني شاهين؟ أخبار وإشاعات بالجملة عن استدعاء لاعبين. موعد المباريات الودية ومكان المعسكر الخارجي للمنتخب. شو هو جديد بطاقات التذاكر لمباريات المنتخب وشو هي الحلول لمشكلة الدرجة الثانية؟ إذن المبرة إلى المجهول لأول مرة بتاريخ صعوده للدرجة الأولى بدءا من الموسم 2002-2003، علامة استفهام كبيرة على هالنادي يلي بيتمتع بقاعدة من التلامذة بمؤسسة المبرات بتزيد على 20,000 تلميذ، علامة استفهام تانية على انعدام المسؤولية تماما عند لاعبين التضامن سور وكأنهم عم يلعبوا وهني فريق بطل. للأسف شيء ما بيليق أبدا باسم سفير الجنوب. حقق العهد فوز منطقي وبأقل جهد ممكن على حساب شباب الساحل باللقاء اللي أقيم على ملعب صيدا البلدي وقاده بسام عياد بمساعدة هادي كسار ومصطفى طالب. حامل اللقب خاض المباراة بعيدا عن الضغوطات وهدد مرمى عيسى الدحويش بأكثر من مناسبة بالوقت اللي حاول الساحل مباغة خصمه، إنما من دون ما ينجح لحين ما نجح موني من افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق. وبالشوط الثاني سيطر العهد كليا وهدد مرمى الساحل بأكثر من مناسبة عبر محاولات لحمزة سلامة وأحمد زراق وعلي بزة واللي ما تكللت بنجاح قبل ما يتوج موني محاولات فريقه بتسجيله الهدف الثاني الشخصي واللي حسم النتيجة. المباراة كانت بروفا أخيرة للعهد قبل ما يسافر لمدينة الدمام السعودية لمواجهة الاتفاق نهار الأربعاء ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. خطى طرابلس خطوة كبيرة للبقاء موسم تاني بالأضواء بفوزه على المبرة بثلاث أهداف لهدف بالمباراة اللي جمعتهم على ملعب بيروت البلدي بقيادة رضوان غندور وعلي عيد وحسن أنصو. اللي صار بالمباراة أكد مقولة العجائب بالفوتبول، لأنه الطرف اللي لازم يربح خسر وصار موقفه كتير حرج بعملية الهبوط لدور المظاليم. الشوط الأول كان سلبي، تخللوا فرصة لكل من الطرفين. أما الشوط الثاني فشهد سخونة مع أفضلية بالخطورة للمبرة بواسطة السوري محمد ميدو اللي أبعد له زميله وسام نصار تسديدته المتجهة على المرمى ليخطف من بعد رجال عمر مزيان هدف التقدم بواسطة وليد فتوح بالدقيقة 66 مستثمرا تمريرة البديل سعد يوسف. بس الفرحة الطرابلسية ما طولت، فبعد أربع دقايق عاد المبرة عن طريق ميدو بهدف ملعوب. لاعبين المبرة وصلوا خطورتهم لكن الحظ عندهم مع وجود الحارس توني الظاهر، وبالوقت المحتسب بدل عن ضائع سجل أبناء شمال هدفين، الأول بالدقيقة الأولى بعد ما تابع سعد يوسف تمريرة إبراهيم سويدان داخل المرمى، والتاني بعده بأربع دقايق بتسديدة سهلة لسويدان بالمرمى الخالي من الحارس لينتهي اللقاء بفوز ثمينة طرابلس وخسارة قربت المبرة من الدرجة الثانية. ما تغير شيء، احنا كنا عم نلعب فوتبول عودي بس صارت تبديلات مثل مثلا طلع عبدالله طيب نزلت انا محله وصارت تبديلات وفريق خمسه فريق الخصم كان واقف كليا بس الماتش كله جول واحد. الحمد لله قدمنا جاب جول تعال رجعت قدمنا انهاروا هن الشباب صاروا يفوتوا استغلنا هالشغلين استغلناها. على ملعبه بصيدا ما قطع الأهلي أمل بقائه بالدرجة الأولى بفوزه على تضامن سور بهدف يتيم بقيادة حسن سلمان وسامر بدر وربيع عميرات. الشوط الأول بدأ بجس نبض بين الفريقين لينجح مهاجم الأهلي مصطفى شاهين بمنح التقدم لفريقه بالدقيقة 34، بس سفير الجنوب ما استسلم وتخلى عن حذره الدفاعي عبر هجمات متتالية، إلا أنه رعونة المهاجمين ووجود الحارس وليد عبد الرحمن منعوا رجال محمد زهير من التسجيل.
بالشوط الثاني وبالرغم من المنطق اللي بيقول انه الخاسر لازم يهدد مرمى خصمه، صار العكس تماما، فهاجم الاهلي وضع لاعبينه اكثر من فرصه، وصف محاولات صوريه للتعديل، لكن تالق الحارس عبد الرحمن منعهم من التسجيل باكثر من مناسبه، والكلمه الاخيره بهالمباراه رجعت للفائز اللي هدد مرمى خصمه مره جديده عن طريق علاء البابا. الاهلي بحاجه انه يفوز بكل مبارياته، شرط انه يتعثر الراسينج او التضامن او السلام او طرابلس بكل لقاءات ايضا لا يبقي على اماله بالبقاء. وادائنا عم يتحسن شوي شوي مع قدوم الكابتن بسام سبيب، وان شاء الله المباريات الجايه كلياتهم نربحهم ننزل على الدرجه الثانيه، وبتوقع ينزل مبره والسلام صور على الدرجه الثانيه. على ملعب جوني البلد انتهت المباراة اللي جمعت الراسينج وضيفه السلام سور بالتعادل السلبي بلقاء قادو سامر السيد قاسم بمعاونة محمد ضوء وعلي سرحال. الشوط الأول كان ممل، والفرصة الوحيدة بهالشوط كانت لأصحاب الأرض بعد تسديدة قوية من ديريك. أما بداية الشوط الثاني فشهدت تصدي القائم الأيسر لضربة حرة سلامية، من بعدها سيطر الراسينج تماما على مجريات اللقاء وسنحت للاعبينه فرص عديدة خاصة عبر البديل حسن خاتون، إلا أنه الفريق الجنوبي نجح بخطف نقطة غالية بنهاية المطاف، نقطة يمكن يكون لها دور كبير بإبقاء الفريق السوري بدور الأضواء. يمكن خليني أقول لك، يمكن اليوم ربحنا النقطة على نتيجة الأداء اللي قدموه اللعيبة، الشباب كانوا متوترين، بس يمكن طبيعة حساسية الموقف اللي احنا فيه بخلينا انه شوي نكون متوترين. هذا اللي عم بأثر، يعني مسألة العصبية هي اللي عم تأثر صراحة. عرفت علي، نحن لو عم نلعب على ملعب منيح، يعني سوري بهالكلمة، انه كنا سجلنا أكثر من هدف، فعطول عطول 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 نفس القصة نفس القصة نفس القصة، بروح بيلعبونا على الصفا، بيلعبونا على جونيا، بيلعبونا مدري وين، بس ما بيلعبونا لا على، يعني مثلا سلام سور راسينج حرام، مثلا عطول يا بجونيا يا بسور يا بجونيا. طب يعني هلا ملعب الصفا، ملعب الصفا مش للصفا، بيلعبونا على المدينة ليه؟ طيب والله احترنا، شو بدنا نعمل؟ إذا لعبوهم هون بيزعلوا، إذا لعبوهم هون بيزعلوا. بنرحب بضيوفنا باستديو وضاح الصادق أمين عام نادي الأنصار والإعلامي شرب الكريم بجريدة الأخبار. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك أستاذ وضاح. بدي بلش معك من هجوم بعض الجمهور عليك على الفيسبوك. طبعا طبيعي يهجموك، وطبعا رح نحكي بعد شوي فور جهوز الكاسات بمفاجأة اليوم، مفاجأة الأسبوع، إذا صح نقول مفاجأة، لأنه الأخاء فريق برهن من بداية الموسم أنه فريق مميز، أو الخسارة الأولى للنجمة بعد 13 فوز متتالي وبعد 15 مباراة وضح من دون خسارة. مباراة الجاي للنجمة معكم، يعني بتصير تاني مباراة لهم بعد 13 مباراة بدون خسارة، بتصير تاني مباراة بخسارة واسق. هلأ كل جمهور النجمة بده يكون بلش، بدي احكي اليوم بالفوتبول. اليوم نادي عليه ضغط كتير كبير، خسر مباراة، صار 10 نقط مع الصفا بس في 3 مباريات لنادي الصفا، فطبيعي رح ينزل تحت ضغط كبير المباراة. نحن لاعبيننا ما عندهم ضغط، يعني بالرغم من قله خبره البعض، بس منهم تحت ضغط نفسي لانه بتحسين المراكز، فبتصور انه رح نكون نحن بوضع نفسي افضل لنربح المباراة. طيب ماجد ابو كدي، اذا عم اقول العيله صحيحه، بيقول انه بما معناه انه سؤال مزعج لك، انه كيف وصلت مين وضح الصادق وانتو ما عندكم وفاء؟ اول شيء كيف وصلت لوين؟ على نيو تي في بالسياره، على الجديد بالسياره. كيف وصلت لمحل ما انا فيه؟ صح، كمان تصير نادي الانصار. ليك انت يمكن اقرب من اقرب الناس لي حسن، بتعرف انه انا كنت اهرب دائما من المراكز وهربت منها بكل الاوقات السابقه، ما بحب كنت اكون بهالمحل، ولكن اخر واستقلت انا بنهايه السنه الماضيه، صار في نوع من تسويه سريعه وطلب مني انه اكون بهالمركز هذا. بس بتصور اذا ما بيعرف، بال 2004 وقت الفريق كان على وشك الهبوط للدرجه الثانيه، كنت انا لوحدي وشخص اسمه محمود الناطور بالنادي، نحن اللي تابعناه وبينا عم نتابعه لاجل الاداره الجديده. الاداره الحاليه عصابات ومافيات، واحمد عيدو بيقول انه أنتوا أصحاب مصالح مشتركة. أنا في كتير إشياء أهم أحكيها عن الأنصار، أنا بس أنا بحب كون وفي تجاه الجمهور. أكيد أكيد، اللي بيبعث لنا أسئلته من حقه أنه نجاوب، حق الجمهور اليوم أنه يحكي بكل شيء، وحق الجمهور أنه، بس ما حق الجمهور أنه يهاجم، يتهجم، لا حقه يهاجم، يتهجم، حقه يزور أو يغلط بالتاريخ. اليوم هيدي الإدارة الموجودة والناس الموجودين كلهم عم بيحطوا منهم، يعني أنا كمان هون بدي احكي ما بدي احكي بهيك موضوع، بس انت بتعرف انه اليوم
يلي انحط للنادي اخر خمس سنين هو مئات الالوف الدولارات مني بشكل شخصي من الناس الموجودين بالنادي، النادي ترك. بس اليوم ليقولوا ما في وفا، ما في يمكن وفا. القصد هون الحاج عدنان الشرقي وبعض الاسماء لا. لانه كمان عيسى الحاج بيسال نفس السؤال وفي اشخاص ثانيين سائلين نفس السؤال. ليه ما في وفا اليوم وقت يكون براين روبسون برات اداره مانشستر يونايتد بيكون ما في وفا؟ اليوم بالنهايه في هي طبيعه الحياه انه بيجوا ناس بيستلموا ورا ناس، ونحن تعلمنا من الناس اللي استلموا. الحاج نبيل سنو بقي لاخر اداره معنا، الحاج خليل حميه بقي لاخر اداره، وكلهم اليوم اعضاء بمجلس الشرف تبع النادي. طيب بس وضع تفضل. بهمني وضح نقطه كثير بسرعه، انه بيقولوا لنا انتم استلمتوا النادي ما بقى ياخذ بطولات. نحن استلمنا النادي كان النادي على وشك الهبوط للدرجه الثانيه، استلمنا النادي ما في ولا لاعب ناشئ ولا فريق شباب ولا فريق امال ولا فريق ناشئين، استلمنا النادي ما في فرانك بصناديقه في ديون، هذا النادي كان بنهايه 2004. انتم عملتوا كثير اشياء وانا واحد من اللي فعلا بيشهدوا انه اليوم في ملاعب، في منشاه، في نادي عنده هيكليه، في فرق كثير منيح. السؤال الاساسي اللي انا بساله حتى تكون على مسافه قريبه من هالجمهور اللي عم يسال هيك اسئله قاسيه، السؤال الاهم انتم شو عملتوا لهيدا الجمهور ليرجع على نادي الانصار، ليرجع جمهور الانصار؟ شو عملنا ليرجع؟ بدايه نحن عملنا مؤسسه. اليوم كنا دائما النادي بالمؤسسه، ولا مره كان عندنا شيء ولا حتى شبه مؤسسة بنادي الأنصار. اليوم نحن صار عندنا مركز محترم لنادي الأنصار على طريق المطار، في ملاعب، في مداخيل، في إمكانيات، في نادي عنده محل من الاكتفاء الذاتي عم يقدر يتحرك فيه. نحن عملنا اليوم نملك فوق 120 لاعب أو 130 لاعب بكامل الفئات العمرية للنادي، إن كان ناشئين اليوم عم بينافسوا على البطولة ولا أشبال ولا شباب اللي ربحوا 3 بطولات، ولا الفريق الاول اليوم هو فريق اصغر معدل اعمار بالبطوله، وحضرتك هلا كنت جوا عم بتقول انه بمرحله الاياب هو احسن فريق عم بيقدم. انا كل شيء عم بقوله للجمهور اول بدايه صبرت معنا السنتين الماضيين، لانه ما يقولوا شو عملنا بالخمس سنين، نحن ربحنا بس جينا على الاداره 2005 دوري كاس، 2006 دوري كاس، 2007 كاس، نحن السنتين اللي مرقوا كانوا سنتين صعبين، هيدي السنه بعدنا عم ننافس على الكاس، عم ناخذ مركز متقدم بالدوري، والسنه الجايه نبلش ننافس. بس اليوم كمان الجمهور عليه مسؤوليه، اليوم ما عم نشوف الجمهور بالملعب، اليوم الجمهور يعني الاخوان اللي عم يبعثوا ينتقدوا، ما بعرف اذا هن من الناس اللي بيجوا على المباراه، بس اليوم كمان معيب بحق نادي مثل نادي الانصار، كان عنده جمهور يلي بالالاف بيلحقوه وين ما كان، نحن بنروح، نحن انا بقول لك جمهور جنوب من اوفى الجمهور لنادي الانصار، لانه مثلا نروح على جنوب بنكون عم نلعب بين 2000 و3000 من جمهورنا، جمهور الشمال بس انا عتبي على جمهور بيروت وينه؟ بالاخر الانصار نادي بيروت. تشرب الاهلا وسهلا فيك، طبعا رح نحكي اكثر عن الانصار بسياق الحلقه، بس نتيجه اليوم الاخاء والنجمه اكيد فرضت حالها كحدث رئيسي قد يغير او قد لا يغير سير البطوله. كيف شايف الاياب لحد هلا مع ملاحظه ما قلته في مقدمه الحلقه، وبحب اعيده هيك بس للتذكير هيك ملاحظه بسيطه، طبعا كثره التاجيل وكثره التخبط الاداري عم تاذي الانديه، عم تاذي اللاعبين، بس عم تاذينا كثير كتلفزيون معنويا وبخسائر ماديه وعلى سبونسرز وعلى كل اكيب العمل، فبتمنى انه هذا التخبط يخلص لانه مش مقبول يكفي. شربل كيف شايف هاي نقطه كثير مهمه اللي عم تحكي عنها، لان بالبلدان المتطوره على صعيد الفوتبول بيمشوا بحسب اراده التلفزيون نائل كرمال يضل اللعبة موجودة على 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 التلفزيون، وهي أمر كتير مهم وأمر مفصلي حتى للعبة تضل بواجهة معينة. بالنسبة لمباراة اليوم يعني بننطلق منها، مباراة اليوم ما فينا نقول إنه ما أثرت بشكل عام على صورة الدوري أو على الصورة المقبلة للدوري، لأنه مباراة اليوم فينا نقول رجعت أشعلت الدوري، ولو إنه عم نشوف هالفارق الموجود بين الصفا والإخاء. هذا الصفا والنجمة طبعا بعد فوز الإخاء مع فرق المباريات يعني عندك إذا الصفا قدر يفوز بثلاث مباريات، وهون هيدي النقطة اللي كانوا عم يتحدثوا عنها، خلينا نقول لأنه الثالثة كمان يعني حكينا ما رح نربح على النجمة يعني. أكيد رح نربح على الصفا يعني سائل كبير يعني سائل كبير نوازي سائل كبير نوازي اليوم بالمناسبة قبل ما أروح للماتش اللي بعتقد صار جاهز لا ثلاث أسئلة سريعة بس بدي أجوبة سريعة عليهم. رفيق حمادي بيقول لك الفريق ناقصه كثير لاعبين باكثر من مركز،
مع انه عم بيقدم عروض حلوه. اكيد ناقصه، بتصور انا بوجهه نظري المتواضعه المنيه للجهاز الفني، ناقصه 3 مراكز الفريق. كثير منيح. مهدي زلزلي بحييك، ومن خلفك اداره الانصار اللي حطت شباب على عم بيديروا الفريق جمال طه ملك حسون علي اف اي، بحييك وبحيي زميلنا عبد القادر سعد وحسن زين، ونحن شكرا يا مهدي. ماهر علي من عكار بيسالك، شو تعليقك على عدم وجود اي لاعب من الانصار بصفوف المنتخب؟ في معتز، نحن مرقنا بفترة صعبة بخلاف مع الجهاز الفني للمنتخب، وسحبنا لاعبينا من المنتخب وقت تعرضوا بمرحلة من المراحل لبعض الإهانات. سحبنا كل اللاعبين تبعنا وبعتنا كتاب اعتذار وقتها، كان محمد عطوي ولا معتز ولا حسن مغنية. بتصور هلا صار في عنا أكثر من لاعب مرشحين للعودة. آخر نقطة، هالشي ما بدل على إنه خطة تفريخ اللاعبين كانت فاشلة؟ خطة تفريخ اللاعبين هي مش بتجي بعشر دقايق، هي بتجي بست سبع سنوات وهلا عم نشوفها. خلينا نروح وضاح حتى نحكي بالتفصيل أكثر عن نتائج هالأسبوع من بطولة لبنان، على ملخص لمباراة الإخاء والنجمية اللي انتهت اليوم بفوز الإخاء بهدف ثأره لمباراة الذهاب، وبالتالي أول خسارة للنجمي بعد 13 انتصار متتالي وبعد 15 مباراة من دون هزيمة. وستنطلق المباراة من وسط الملعب، الكرة بتتحرك. حسن محمد سريع، حسن محمد بيحاول يمر، بيهدي كرته حسن محمد، مع بعده عم بيحاول يحصد الكرة، بيسدد حسن محمد تسديد مع كورنر باللعب، بتدخل محمد دكرمانجي ليقطع الكرة، بتعود الكرة لمصلحة أصحاب الأرض مع كرة عرضية، دكرمانجي بيخرج من مرميه بيقطع كرة عن طريق فهد عودة تمريرته الأمام، خطر الكرة لمصلحة الفريق الأحمر، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، مقطوعة الكرة من دفاع النجمة، مقطوعة الكرة من دفاع النجمة بمنتهى الخطورة، كانت الهجمة لمصلحة الإخاء العلاي، وهذه تمريرة أمامية لحسن محمد، حسن بتقدم الكرة، حسن بعده عم يتقدم بيحاول يمر، بمر بالمرة الأولى، بيلعب كرة عرضية إنما كرة مقطوعة، الوقت على بعد 25 متر بيسدد إنما تسديدة ضعيفة جدا بين يد الأمكنة لمصلحة النجمة أحمد مغربي، أحمد بيلعب مباشرة باتجاهه لمرمي أحمد تكتوك، وكرة باللحظة الأخيرة محمد شمس، محمد بتقدم بهالكرة، لازال عم يحتفظ بهالكرة، بيحتفظ بهالكرة بسدد الزيو، تسديدة رائعة جدا من محمد شمس، جميلة جدا محمد شمس، عم نشاهد بالإعادة بمكان وقوفه تماما لأحمد التكتوك، هناك لمسة يد على أكرم مغربي، لمسة يد إنما الحكم بشير لمتابعة المباراة مع علاء بيضون، أكرم مغربي رقم 13 بيحاول يمر لعند مامام بينفرد مامام بيضيع 22 بعد عم تقدم بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، هناك لمسة يد عم بيطالبوا فيها جمهور بالإعادة عم نشوف الكرة، هل لمست يده؟ واضح هناك لمسة يد لمصلحة فريق النجم الانطلاق من هجمة مرتدة مع حسن محمد خطر جدا، حسن بتقدم داخل منطقة الجزاء، بيلعب كرة عرضية بتتخلص الكرة، تمريرة اللي عند مامام بترك الكرة لعند حسن محمد بيدخل منطقة الجزاء، بيلعب كرة عرضية باتجاه محمد جابر، ممكن تسدد تسديدة بتتخلص على خط المرمى، كان قريب جدا من فتح تسجيل محمد جابر بالوقت الأخاء، بنطلب الهجمة المرتدة، كرة لمصلحة الإخاء، خطرة هالكرة مع كرة لداخل منطقة الجزاء تسدد بتخلص، موجود وليد سباعي لوحده بهالكرة، هل هناك خطأ لمصلحة النجمة؟ الحكم بشير إنه هناك خطأ لمصلحة فريق النجمة، خطأ لمصلحته لوليد سباعي، اعتراضات عم تكون من جمهور الإخاء الأهلي علي على الأنصار، هالأمر يعني هناك 4 نقاط بتفصلوا عن فريق النجمة في حال فوز النجمة اليوم، مع كرة أمامية لمصلحة الإخاء بتدخل الدكرانجي، جول الدقيقة 69 طلع من الخلف من دون ما يكون متسلل احمد النعماني، مر بطريقه ممتازه فعلا 10 على 10 لاحمد النعماني، 99 2000 كان هناك لقاء بيجمع
بيجمع النجم مواجهة لقاء بالوقت لحسن محمد، حط مرجع زي حسن محمد بيسدد بمكان مقيا، والدقيقة المتبقية من الوقت الأصلي مع كرة لمصلحة الإخاء الأهلي علي، مع كرة عرضية، كرة عرضية بتمر أمام أو سيعادل النجم من هالكرة الأخيرة، سنتابع. كرة انلعبت على حدود منطقة جزاء، مقطوعة الكرة بتعود لمصلحة طريق النجمة. بهالوقت بشير أواسي عم يعلن عن نهاية المباراة، الخسارة الثانية. هيك اذا عم تنتهي مباراه الاخاء والنجمي بحمدون، يلي طبعا كانت منقوله مباشره على شاشه الجديد بفوز الاخاء بهدف، وبالتالي توقف مسيره انتصارات النجمي. ويبقى السؤال هو رهن المباراه المقبله للنجمي اللي راح تكون مع الانصار يوم الاحد المقبل. وضح فنيا توقعاتك للمباراه ورح نحكي هلا. كنا عم نمزح شوي بالبدايه، بس ما في شك انه اليوم النجمي هو الفريق اللي بيستاهل يكون متصدر. يعني في، بالرغم من انه في بعض المباريات كان او في كثير مباريات بيقولوا الناس انه رافقوا الحظ فيها، سجل ب 93 94 مثل ريال مدريد نفس الشيء. بالنهايه الدقيقه 93 94 هي ضمن المباراه، وهيدي اثبات اكثر على انه الفريق عم يعطي لاخر دقيقه. صح، الفريق عنده اصرار انه يربح، عندهم استقرار فني للنجمة، عندهم نوع من المباريات كلها عم يلعبوها تقريبا بنفس الاداء، وقدروا انه يتصدروا، وبتصور عدل انه هذا الفريق هو يكون متصدر البطولة. ارجح فنيا منا اذا النجمة اليوم لعبوا بهدوء، بأريحيتهم كاملة. صح، بوضع اني ارجح نفسيا منا. شربل كمية كبيرة من اسئلة الناس، الجمهور إلى علاقة بنقطة محددة، في تساؤل كبير. تأجيل ثلاث مباريات لحد هلأ للصفا، طبعا لاعتبارات إلى علاقة بالمناخ وفق الاتحاد، ونحن المتضرر الأكبر منا. طرحت علامة استفهام الجمهور الصفا وإدارة الصفا، بيعتبروا أنه فريق رح يلعب 12 مباراة بأربعين يوم جريمة، خاصة أنه هيدا اللاعبين مش محترفين، مع الفارق اللي بده يكون قدامهم بده يشوفوا أنه في عندهم جبل ليتسلقوا. جمهور النجمة أو بعض جمهور النجمة عم يعتبر أنه هناك شيء في الموضوع، ومش مزبوط تأجيل مباراة الأنصار والصفا لنهاية، لبعد نهاية الموسم. شو رأيك؟ طبعا رح أقول الأسئلة منين إجتني. يعني إذا بدنا نحكي عن الصفا، ممكن الأمر يكون له انعكاسات إيجابية وانعكاسات سلبية على الفريق. الأمر الإيجابي اللي ممكن ياخده فريق الصفا بهذا الموضوع، إذا ما نبلش بالناحية الإيجابية، هو أنه رح يواجه بعدين فرق يمكن تكون ضمنت بقاءها بالدرجة الأولى، يمكن عرفت مركزها، وبالتالي ما رح يكون عندها هذا الدافع الكبير أنها تقدم مباريات صعبة أو مباريات قوية قدام الصفا وتعرق له أو تصعب له من مهمته. بس الشغل السلبي الأكبر هي أنه عامل الوقت، يعني مثل ما قلت أنه عمليا 3 أيام ونص أو 4 أيام معدل كل مباراة رح يكونوا عم يلعبوا كل مباراة. بس شغلة منيحة أنه الصفا كمان يعرف شو مهمته بهالمباراة، يعني ما ينطر النجمة، عارف حاله أنه عنده 9 نقط لازم يجيبهم تيقلص الفارق لنقطة واحدة، ويأمل أنه مثلا الأنصار يقدر يعرقل النجمة أو غيرها. وضح لو الموضوع تياخد الصدارة يرجع. لو الموضوع أنتو، يعني لو انتم محل النجمه، يبدو انه في اجواء اعتراضيه من النجمه بهذا الموضوع. ليك بتصور في اعتراض على نقطه واحده، بس انا هون للامانه يعني كمان بدي اقول انه يوم الجمعه اجانا اتصال من امين السرب الوكاله للاتحاد اللي هو ابو فراس الشحف، وطلب انه المباراه، اكيد اليوم بنعرف وضع المدينه الرياضيه، ما في مخاطره بالارض مشان منتخب الوطني. صح، طلب انه المباراه تنقل على ملعب الصفا. هلا يعني بالتالي عم بحكي عن النية، ما في توجه كان لتأجيل المباراة. أكيد نحن رفضنا من مبدأ تكافؤ الفرص، أنه اليوم إذا رحنا على الصفا في مباراة على أرضنا وخسرناها، هون رح يصير في اعتراض. بصراحة نحن رفضنا لأنه بدكم تنقلوا المباراة، لأنه بالآخر هيدي مباراة من حق الجمهور يشوفها الأنصار والصفا. طبيعي، ونحن رفضنا لأنه بالنهاية رح يسألونا النجمة والعهد كيف تقبلوا مباراة على أرضكم، تروحوا على ملعب الصفا، وين تكافؤ الفرص. فبالتالي كان في محاولة أنه تصير مباراة. ما بتصور، يعني دائما عندنا نحن النظرية المؤامراتية عن الشعب اللبناني، ولكن اليوم في، مني أكيد، ولكن ممكن يكون في مخالفة للقانون بالمباراة اللي وضعت بعد نهاية الدوري. ما بعرف إذا صار تأكيد على آخر شيء عرفنا، تأكيد شفهي، أنا ما إجاني شيء خطي. في مباراة عم تروح بينه وبين الصفا لبعد نهاية الدوري، هيدي ما ممكن تصير. لأنه مش معقول النجمة يخلصوا مبارياتهم عم يتنافسوا هن والصفا
على البطولة والصفا يكون عندهم مباراة عارفين كل الوضع. طبعا بهالجو أسئلة كثيرة من أحمد كبوت، علي عباس، ياسين، إبراهيم الرز، محمد الوزان غيرهم، خصوصا بدي أقف عند محمد الوزان اللي سأل عن تأجيل المباريات، اللي سأل عن العدالة بالموضوع، اللي سأل أنه هالتأجيل ممكن يؤدي لتلاعب ما بعرف كيف، وبعدين اعتبرني عم بتجاهل كلامه. لا يا محمد، ما تعود اتجاهل حدا، بس أنا اعتبرت أنه السؤال بدك إياه للحلقة، يمكن أنت كان بدك إياه يجاوبك على الفيسبوك. قبل ما نروح على البريك يا شربل، أنت برأيك بحال في جو اعتراضي من النجمي على إقامة مباراة الأنصار يوم الأحد، شو رأيك لازم يعمل الاتحاد؟ والاتحاد اليوم محرج، ليه في اعتراض؟ ليه بده يعترضوا على الموضوع؟ من مبدأ تكافؤ الفرص أنه يلعبوا السبت؟ لا، أنه مش يلعبوا السبت، أنه الأنصار الصفا عنده مباريات أكثر مأجلة لك هي المشكله. مباراه نجمي انصار يمكن الوضع اللي صار هذا الموسم، يعني بين استحقاقات المنتخب والطقس اللي سادة في الفرق، يعني عمل ارباك عند الاتحاد اللبناني. يعني مثل ما عم بيقول وضح انه يمكن شوف شغله ما شايفينها قبل، انه يخلص دوري وبعد في فريق عنده مباريات مش منطقيه ولا 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 واضحه بدها تكون، ولا شفافه قدام الراي العام. يعني عم تشوف العالم انت، كل واحد اخذها، يعني جمهور النجمه اخذها ضده وجمهور الصفا اخذها ضده، لكن هي اوتوماتيكيا صارت. اذا فينا نقول ممكن هو الاتحاد محرج حتى نكون واقعيين، ممكن في الظروف كان عنده اعتراض على الموضوع، بس ما بعرف اذا الانصار عندهم قبول انه تتعدى الوقت، يعني او تاريخ مباراته. نحن ما عندنا الموضوع، نحن كتلفزيون ما عندنا مثلا. بكل الاحوال خلينا مشاهدينا ناخذ وقفه اعلانيه اولى وبنرجع لنتابع نحن وياكم برنامج اوف سايد. عودي مشاهدينا لمتابعة أوفسايد بالجزء الثاني، وبننتقل للحالات التحكيمية من هالأسبوع مع الملاحظة أن هناك حالة تحكيمية بمباراة الأخاء والنجمة، وشفناها بالتقرير كان فيها ضربة جزاء لمصلحة النجمة. منروح للحالات التحكيمية إذن. إعاقة واضحة من مدافع طرابلس عبد الستار لون لحسن حمود، الحكم احتسب الخطأ وأنذر المدافع الطرابلسي يلي كان بيستحق بطاقة حمراء مش صفراء كونه آخر لاعب. كمان بنفس المباراة المبغى طرابلس، مهاجم طرابلس محمد رضا بيدوس على الحارس محمد شكر، والحكم ما بيعطي انذار، يمكن عقوبة مخففة. محمد رضا بيتعرض لشد واضح من سعد الدين بلهوان، الحكم أكمل اللعب مع أنه طرابلس كان بيستحق ضربة جزاء، مش ضروري اللاعب يوقع كمان آخر مدافع ويصاب ويطلع الدم لنحتسب ضربة جزاء. حارس المبغى محمد شكر بيدفع المهاجم سعد يوسف، والحكم بيكتفي بإنذار اللاعبين علما أنه الحارس بوضوح بيستحق الطرد. خطأ واضح من دارك بمباراة الريسينج والسلام سور، خطأ واضح من دارك على مهاجم السلام حسين عوادة، الحكم بيأمر بمتابعة اللعب. من الحالات التحكيمية لنبقى بالأجواء التحكيمية مع صح أم خطأ يلي بترك للضيفين وضح الصادق وشرب الكريم يعطونا رأيهم بهالحالة. هل هناك لمسة يد على محمد مطر وبالتالي ضربة جزاء؟ وضح. خلينا بس نشوفها بالإعادة. بتصور إيه؟ لا، ما كانت متعمدة. يعني مشيت على إيده. بس مشيت على إيده. صحيح. هو محمد مطر عنده شوي بالعادة استعمال إيده. قلت رح تقول لا بما إنه كان لاعب أنصار.
مش كل لاعب انصار اكثر من محمد عندي بالشركه. صحيح. لا واضحه، بدك تلاحظ وين سقوط الكره كانت. صح. كانت واضحه نزلت على ايده، بعدين شوي الخدعه البصريه انه مشيت على ايده او لا، بس هي محل سقوط الكره كان على ايده تماما. خلينا نروح لافضل حارس مرمى. عارف افضل حارس مرمى لهالاسبوع هو حارس الاهلي صيدا وليد عبد الرحمن، يلي كان له دور اساسي بفوز فريقه الاهلي على التضامن سور 1-0، فوز ابقى امال الاهلي بالبقاء بالدرجه الاولى. من افضل حارس مرمى بنروح لافضل هدف. تعبنا كثير لنختار افضل هدف، وصلنا لوقت انه ما في افضل هدف لحد ما اجت مباراه اليوم بين الاخاء والنجمه. هي اهميه الخبر انه اهميه الهدف انه كان هدف حاسم، بنشوفه سوا. هدف النعماني بمرمى النجمة، طبعا مثل ما قلت لكم هدف كان حاسم وأعطى الفوز للأخاء الأهلي علي على النجمة. وبرضه كمان هدف كان فيه فنيات، لأنه شوفوا كيف أحمد لعب الكرة، كسر مصيدة التسلل أول شيء، لعب الكرة فوق الدكرمانجي وسجل بمرمى هدف الفوز للأخاء على النجمة. هدف ذكي، في خبره وفي ذكاء وفي حرفه تمريره كمان، وكسر الاوفسايد. ما صح. شغله هين. من الهدف الافضل بنروح للنتائج الكامله لهالاسبوع يلي كانت على شكل التالي. طبعا فوز العهد على شباب الساحل بهدفين، ناطرين نشوف النتائج الكامله. فوز المبغى، طبعا عم نشوف الترتيب مباشره، مش مشكله. الترتيب النجمي ما زال بالمركز الاول ب 49 نقطه، العهد 49، الصفقه 40، الصفقه 39، الانصار 37، الاخاء 27، شباب الساحل 21. طبعا مع ملاحظه عدد المباريات الاقل لبعض الفرق، ريسينج ب 19 نقطه، طرابلس 17، تضامن 16، سلام 16، الاهلي صيدا 10، والمبغى 9 نقاط. هيدا هو ترتيب البطوله بعد الاسبوع ال 19. النتائج الكامله مقلوبه القصه، هذه هي النتائج الكاملة إذن لهالأسبوع مع مباراة مؤجلة بين الأنصار والصفا، ما بعرف لأيمتى حتى إشعار آخر. 8 أهداف لحد هلأ، 19 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحدة. عم نكفي لترتيب الهدافين. بترتيب الهدافين بعده 9 أهداف عباس عطوي، يا للغرابة بصدارة الهدافين. 8 أهداف صمويل، محمد حيدر من الصفا، حسن شعيط وموني من العهد، ديالو من شباب الساحل. 7 أهداف محمود كوجك من الأنصار، محمود العلي من العهد. وبست أهداف معنا فهد عودي من الإخاء، فرانسيسكو من المبغى رغم مدغدغته للدوري اللبناني، محمد أبو عتيق، محمد نصار من السلام، عباس عطوي من العهد، إبراهيم السويدان من طرابلس، وبلال شيخ النجارين من النجمة. هول اللاعبين يلي معهم 6 أهداف. باقي أنه نذكر شو هني مباريات الأسبوع العشرين من بطولة لبنان. السبت رح يكون موعد مباراة شباب الساحل والأخاء الأهلي علي 2:30 ببيروت البلدي، المبغى الأهلي صيدا على ملعب الصفا، السلام سور طرابلس بسور، ما في نقل مباشر يوم السبت. الأحد مباراة القمة بين الأنصار والنجمة، المدينة الرياضية الساعة 5:30 واستديو التحليلي بدءا من 5:15. الأحد كمان بيلعب الريسينج مع التضامن سور بجوني 3:30، والتنين مباراة منقولة مباشرة بدءا من الساعة 3:15 من ملعب صيدا بين العهد والصفا. هيدا اذا بالنسبه لمباريات الاسبوع المقبل. بيبقى شو صار معهم هيك لنضحك شوي نحن وياكم، وبنرجع لجو الحوار مع ضيوفنا. Rising up back on the street.
بدنا نتذكر وحدة من شو صار معهم مرة كانت لأستاذ وضاح مع السيجار. بريك وبنرجع لأوفسايد. مثل ما قلت لكم مشاهدينا، الحدث الأهم بالنسبة لنا بيبقى مش الدوري، رغم كل المنافسة الشرسية اللي بلشت تزيد شوي شوي بين النجمة والصفا، بيبقى منتخب لبنان. منتخب لبنان جهازه الفني كان عم يجتمع بمطلع الأسبوع الماضي أو بمنتصف الأسبوع الماضي مع اللجنة العليا للاتحاد. كيف كانت الأجواء؟ بنشوف سوا. دخل ثلاثي المنتخب الوطني المدرب الألماني ثيو بوكير، المساعد أسامة الصقر والمدير فؤاد بلهوان لقاعة القرارات بمقر الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وهن واثقين من مضمون النقاش. كان الاعتقاد أن اللجنة العليا للاتحاد راح تبحث مع إدارة المنتخب ببرنامج عمل المرحلة المقبلة والتغييرات المحتملة على الجهازين الإداري والفني وأسماء اللاعبين والاحتياجات الفنية والمالية، ولكن الصدمة كانت قوية على إدارة المنتخب لما تحول اللقاء إلى ما يشبه مساءلة الحكومة بجلسات النواب، وكان تيو ومساعدينه بجلسة تحقيق حول الاختيارات الفنية والتبديلات وغيرها. فجأة ومن دون مقدمات صار أعضاء الاتحاد أو بعض على الأقل خبرة بوضع الخطط الفنية وخبرة بالتبديلات، وصار كل همهم أنه يعرفوا مين يلي كان عم بيسيء للمدرب على المنصة بأبوظبي، وكأنهم ما بيعرفوا. الغريب انه هالبعض يلي ما بيملك اي دور كان عم بيفتش على دور، انما على حساب كرامة المنتخب والمدرب، وبتوقيت ابدا مش مناسب وبطريقة كمان مش مناسبة، وكان الاجدر المباركة والتهنئة مش شي تاني. تيو بوكير كان قدم لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الحاج احمد امر الدين دراسته للمرحلة المقبلة يلي بتتضمن 3 مباريات تحضيرية خلال شهر نيسان ومعسكر مطول. رغم الجلسة المخيبة وخروج المدرب وهو عم يشعر بخيبة أمل حقيقية، إلا أنه المعلومات بتأكد أنه رح تمشي الأمور مثل ما طلب، وأنه دراسته رح تنفذ، وأنه تغييرات رح تحصل فعلا بالجهاز الفني للمنتخب. أستاذ وضح، شو معلوماتك وشو تعليقك؟ بداية شيء معيب أنه منتخب عم يتأهل للدور الرابع من كأس العالم بغض النظر شو صار بالاجتماع، بنجتمع معه من يومين ثلاثة، المباراة انتهت من أسبوعين أو 3 أسابيع ما مذكر التاريخ مزبوط، بس لازم كان بعد المباراة بيومين زيكو وعظمته. منتخب العراق هو أقوى منا بعشرات المرات بالمستوى الفني مع ظروف اللي عم تمر فيها العراق، حطوا الخطة من أسبوعين تبع التحضير لليوم، بعد ما عنا خطة لليوم، بعد ما عنا توجه. بعدين مثل ما تفضلتوا بالتقرير، طيب يلي قاعدين مع المدير الفني شو عندهم، أو أنا أو حضرتك أو حضرته شو عنا إمكانيات فنية، وعم بحكي فنية تكتيكية بالملعب لنسائل المدرب، بنحكي يعني عن خطة عامة أكيد، مش عن تفصيل مباراة أكيد، مين بدل ومين ما بدل ولي لعب ولي لعب فلان. عيب أنه نكون بهالمستوى هيدا بهالتفاصيل الصغيرة ونحن بمرحلة تاريخية بلبنان. إشارة بسرعة بس أنه نبهت علينا نستعجل، وين الدولة اللبنانية بهيدا الشيء؟ اليوم المفترض أنا رح جاوب على هالسؤال، لأنه جاني كمان كتير أسئلة عنه، وحقيقة سألت المعنيين وعندي الجواب. امبارح المجلس الشورى السعودي كان مجتمع مع الأمير نواف ليحكي معه بوضع مجلس الشورى بوضع منتخب الفوتبول. نحن وين الدولة؟ شفناهم على المدرج للنواب والوزراء، شفناهم عم يحضروا المباراة، شفناهم عم بيصرحوا. كان لازم بعد المباراة الدولة تستدعي الاتحاد وتسأله شو بده يعمل. كمان بدي أسألك شرب نفس السؤال، بس ردا على هالسؤال اللي طرحه وضح، كمان كان إجاني أسئلة إلى علاقة بهالموضوع، بموضوع المنتخب، من عدة ناس، محمد زغيب، حسين كمال، محمد مودي، إبراهيم الغز، محمد الوزان، عن دور الوزارة، دور الدولي وين. اللي بقدر لكم إياه أنه موضوع المكافآت للاعبين المنتخب السابقين كانوا واقفين بوزارة المالية، وكانوا واقفين ما توقع المرسوم، وصل على وزارة الشباب والرياضة موقع من 3 أيام، ويفترض خلال هالأسبوع يتم استدعاء اللاعبين لقبض هالمال اللي كان واقف بمطرح تاني بوزارة المالية. موضوع دعم المنتخب، اللي عرفته أن وزارة الشباب والرياضة تلقت كتاب ورقة وحدة من اتحاد كرة القدم، هو بشكل دراسي بعناوين عامة تطلب 3 مليون دولار. الوزارة كانت عم تسأل أنه كتير بهمنا نعرف تفصيل، أنه مش 3 مليون دولار بدون تفاصيل لتحضير المنتخب للمرحلة الرابعة. ليه شو وين عم نحضره للمنتخب بكوكب تاني؟ ما في جاوبك ليك، بعدني عم أقول مش المال هو الموضوع، الخطة هي الموضوع. صح. اليوم شو رح نعمل لنحضر المنتخب؟ لهلأ ما عندنا خطة، لهلأ ما حدا قالنا شيء.
شربل تفضل. انا في شغله يعني وضحك عن القسم الاداري اللي هي شغله كثير مهمه اللي علاقه بالاتحاد وبوافق الراي كليا. التاخير كان كثير كبير وحتى هون مسؤوليه التاخير انا ما بحملها بس للاتحاد، تيو بوكر له علاقه، لان اذا بنلاحظ رده الفعل بعد مباراه الامارات كان فيها تضييع وقت كثير كبير. تيو بوكر طلع على الاعلام عم بيقول انه انا بدي فل، صار في مثل ارباك كثير كبير بالفوتبول اللبناني، صارت العالم تحكي انه تيو بده يفل او بده يبقى وغيرها من الامور. هون بهيدا اللحظه وخصوصا انه هو عم يقول صار في كثير اخطاء اداريه وصار في كثير اخطاء فنيه ولازم نعمل تغييرات ولازم نعمل هالاشياء، كان المفروض يجي هو بتقرير بشكل سريع عند الاتحاد اللبناني يحكي عن الاخطاء الاداريه اللي ارتكبت وكيفيه تداركها، هل بتغيير على الصعيد الاداري، هل مطلوب شيء من الاتحاد اثر فيه الاتحاد ما عمله، هل بتغيير فني على صعيد اللاعبين. يعني احنا لهلا بعد ما عرفنا مين اللاعبين اللي ممكن يكونوا بالمرحله المقبله. شربل انا معلوماتي ما بعرف اللي عندك، انا معلوماتي كمان عند وضاح انه المدرب فعلا رفع تقرير للاتحاد وانه بناء على التقرير حتى تم وضع خطه وجد ما بعرف. هو طلب على اجتماع للجنه العليا يوم الاثنين مباشره بعد المباراه، رجع كان رئيس الاتحاد مش عارف اجل الاجتماع لوقت ثاني، كان رئيس لجنه المنتخبات مش عارف اجل الاجتماع لوقت ثالث. خلينا نشوف بركي نحن اليوم المفروض نخبرهم مين بيعرف حتى يجتمعوا. بس في شغله نعم. تيو بوكر كان داخل على هذا الاجتماع، يعني الاكيد مثل ما ذكر بالتقرير انه طلع مزعوج، كان داخل معه سله مطالب لدرجه انه ما قدر هالمطالب يعرضها او يعرف رده فعل الاتحاد عليها، وهون المشكله الكبيره، لان ما معنا وقت. العالم يمكن مفكرين معنا وقت لحزيران، بس ما معنا وقت، فعلا ما معنا وقت. المنتخبات بلشت تحضيراتها طبعا، غير وضعت برنامجها بلشت تحضيراتها طبعا. في شيء اصعب من الشق الفني جدا ما عم نطلع عليه، في الشق التنظيمي. اليوم الاتحاد او المجموعه الموجوده ما عندها خبره بتنظيم مباريات دوليه في لبنان، ونحن مجبورين ننظم اليوم باعلى المستويات التنظيميه لانه بالدور الرابع نحن، الملعب غير مجهز صح، تنظيميا غير جاهزين، ما بنعرف. وشفنا بالمباريات اللي صارت بلبنان الفوضى اللي كانت موجوده بالملعب ان كان داخله او خارجه، لهلا كمان ما نحط خطه تنظيميه بعد. وحده من الشغلات او كثير من الاسئله اللي انسالوا هيك رح جرب جاوب عليهم بسرعه، ابراهيم الشعراوي وابراهيم درويش عم يسالوا عن مدرب اجنبي لحراس المرمى، الكلام صحيح وفق معلوماتي انه ثيو بوكر طلب انه يكون في مدرب اجنبي مش بس لحراس مرمى المنتخب، للاشراف على حراس المرمى بلبنان لمساعده مدربين الحراس، هذا الكلام صحيح. موضوع التذاكر لمباريات لبنان بتصفيه كاس العالم، في اشاعات كثير عن 10,000 و20,000 و30,000، بكلام لي مع رئيس اتحاد كره القدم كان كثير واضح انه موضوع التذاكر اصلا بعده ما انطرح، انه شو رح تكون اسعار المباريات وكيف اسعار الدخول للمباريات وكيف، وبالتالي وصلتوا الفكره من كل الراغبين انها توصل، ووعد انه يعالجها. بس حسن ما ممكن يكون مجاني لنتفق، لانه هيدا ضمن نحن خلفنا صح خلفنا صح الانظمه بالدور السابق. الاستدعاءات لاعبين جدد اللي واضح انه ما تم استدعاء اي لاعب جديد، انا باكد على الكلام اللي قلته قبل بحلقه سابقه انه نيه الجهاز الفني الله اعلم الا اذا تغير شيء هي استدعاء لاعب واحد جديد هو حسن محمد، الا اذا جد شيء ثاني. واول مباراه تدريب للمنتخب رح يكون نهايه الشهر الحالي. اسئله كثير عن مباراه بين مصر ولبنان، ليس هناك اي مباراه بين مصر ولبنان لا وديه ولا غير وديه. طلب المنتخب المصري صح تعرف طلب لعب 28 الشهر كان ما في امكانيه منتخب لبنان يلعب. صار طبعا كثير في اسئله كمان شو راح ثيو بوكر يعمل بالمانيا. بالحقيقه ثيو بوكر راح يشوف ويتصل مباشره بلاعبين من اصول لبنانيه بيعيشوا بالمانيا وبيلعبوا فيها، واحد منهم هو داني شاهين. خلينا نشوف نحن وياكم مين داني شاهين. داني شاهين الماني الجنسيه لبناني الاصل، ولد بمدينة دونيتسك الأوكرانية ب 9 تموز 1989 من أب لبناني وأم روسية، وانتقلت عائلته للعيش بألمانيا وقد كان عمره 7 سنين، أي بالعام 1996. Einen wahren anderen Grund dafür gab es nicht. Also noch ist alles okay hier aus Dresden. Auch auf der anderen Seite Polizisten, da gab es möglicherweise einen Osnabrücker. حب كرة القدم من صغره فانضم لنادي لاقنويلد ومنه انتقل لنادي انرجي كوتبوس قبل ما ينتقل للفريق الثاني بنادي هامبورغ الشهير بالعام 2006. Alexander Esswein in der Mitte, Danny Şahin, der ist frei, kein Abseits, Şahin, Danny Şahin trifft das Tor nicht.
بالموسم الأول لإله مع هامبورغ لعب مع الفريق الثاني وتم ترفيعه للفريق الأول، محل ما لعب 27 مباراة سجل خلالها 12 هدف توجته هداف للفريق. Dresdens Trainer Matthias Mauch hat ein Jahr an dem gebackert, den wollte er unbedingt haben. Jetzt weiß man auch warum. انتقل لنادي غريثرفورث بالعام 2009 ولحد هلا، وتخلل هالفترة إعارة إلى دينامو دريسدن محل ما لعب 14 مباراة سجل فيها 10 أهداف ساعدت الفريق بالتأهل للدرجة الثانية. Erste Şahin ist die einzige personelle Änderung bei Dynamo. Der war im letzten Spiel gesperrt. Jetzt ist er wieder da. Und wie? حالياً بيلعب داني شاهين مع غريثرفورث يلي بيتصدر دوري البوندسليغا 2 أي الدرجة الثانية، علماً أنه شارك بصفوف المنتخب الألماني دون العشرين سنة محل ما لعب 6 مباريات وسجل 3 أهداف. Lamprecht mit falschem Stellungsspiel. Deshalb kann Sebastian Schuppan bei Sachsen. Şahin, das Tor für Dynamo Dresden! Die verstanden haben und abgestiegen sind. Und dann kommt dieser Kopfball von Şahin. Jetzt sind sie ganz nah dran an Liga 2. Danny Şahin, wie in Offenbach. Geschichtsbücher werden für Danny Şahin. 94. Minute. Und wieder war es eine Ecke durch. طبعا هذا هو داني شاهين اللاعب اللبناني الاصل، اب لبناني وام روسي، وهو يقيم في المانيا كما تابعت كل التفاصيل عنه. ثيو بوكر موجود بالمانيا، وكل الكلام يلي انقال بالفيسبوك وبالمنتديات عن ارقام خياليه طلبها اللاعب ليلعب باسم لبنان مش صحيح، لانه لقائه مع ثيو بوكر هو يلي رح يحدد شو بده هاللاعب وشو بدنا نحن منه. شربل كان عندك تعليق؟ لا، شغله منيحه انه تيو عم يشتغل على هيدا الموضوع، عم يشتغل على لعيبه شايفهم وبيعرفهم، يعني اللاعب عم يلعب بالمانيا، يعني تيو هيدي المباريات بكاس المانيا وكانت بنقول مباشره على الهواء، يعني صحيح تيو شايف اللعيب. الامر المهم انه عم نشوف شيء، يعني عم نشوف قدامنا عن بعض اللاعبين مثل ما ذكرت عدنان حيدر، نحن سبق وعرضنا لعده لاعبين، هو عم نشوف قدامه عم نعرف شو الكواليتي تبع اللاعب، شو نوعيه هذا اللاعب، اذا مفيد للمنتخب، مش كلام بالهواء، مش مجرد كلام، او يوصل لاعب لعنا ما معه باسبور ما نقدر نطلع له باسبور ما يقدر يشارك مع المنتخب. ما تنسى هيدي الشغله كمان، في لاعبين انا بالمنتخب اللبناني بعرفهم عم ينشغل بينهم كثير، عم يضيع تركيزهم انه في لاعب جاي من برا يلعب بمركزي، وخصوصا بعد تصريح تيو بوكر انه الافضليه دائما للاعب الجاي من برا لان عم يتمرن على مستوى عالي، لان عم يتمرن على مستوى احترافي. هيدي الشغله في علامه استفهام كبيره، اضافه لعلامه استفهام اكبر هي عن بعض اللاعبين اللي تسموا مثل صوني سعد او غيرهم، وما كان في شيء واضح من الاتحاد او من الجهاز الفني اذا تم الاتصال فيهم او لا. فعلا بدي احكي كمان قبل ما ارجع لوضاع عن محمود العلي لاعبنا الدولي المميز المصاب. العمليه الجراحيه لمحمود رح تكون يوم الاثنين المقبل باشراف الدكتور الفريد خوري ببيروت، بعدها رح يخضع محمود لعلاج فيزيائي لمدة شهرين مع الدكتور كركي، وبعدها بغادر أيضا لمدة شهرين لمستشفى سبيتار المتخصص بقطر ليتعالج تحت إشراف طبيب إيطالي، وبالتالي مدة غياب محمود التقريبية ابتداء من خضوعه للعملية رح تكون شهرين. قبل ما أرجع لعند وضاح، 3 مباريات ودية طلب المدرب ثيو بوكر أنه يلعبهم المنتخب، رح تكون مواعيدهم مثل ما عم نشوف مبدئيا ب 5 و 12 و 19 أيار المقبل. الاتصالات عم تجري لينعرف مع مين هالمباريات، لأنه لاحظوا الأوقات قريبة حتى تكون مثل أوقات المباريات الرسمية، يليها معسكر خارجي. يلي بقدر لكم إياه أنه هالمعسكر الخارجي على الأرجح رح يكون بتركيا. وضح نحن وين بالمنتخب اليوم؟ ولا بمحل، ولو نحن تراجعنا عن محل ما كنا، نحن أفتنا عن مباراة الإمارات مع زخم معنوي كبير، مع تحضير كبير. اليوم بعد مباراة الإمارات العالم هيك، العالم اللي عنده شوية قصر نظر طلعت بخيبة أمل، نحن بالنهاية بعدد النقط تأهلنا، هيدا المهم، وهيدا الشيء كله ما كنا نحلم فيه، وأكيد ما حدا منا كان يتجرأ يقول بس طلعنا بهالمجموعة إنه نحن عندنا أمل نفوت على الدور الرابع. اليوم نحن بالدور الرابع، اليوم بعدنا محلنا. حضرتك عم تحكي مباريات ما بنعرف مع مين، بده ثيو بوكر يلعب مباريات، عم يجتمع مع لاعبين بألمانيا، بعدنا ما بلشنا، اليوم لازم يكون في نقطة انطلاق، لازم يكون في استنفار بكره الصبح، لازم يجتمع الاتحاد، بعت ورقة للوزارة
حسام بعت ورقة، مفترض يكون في اجتماع في استنفار بين الوزارة والاتحاد المجتمعين مجتمعين مع بعض من 3 أسابيع أو من أسبوعين ليبلشوا يحضروا مع بعض. الوزارة هي نقطة الارتباط بين الاتحاد وبين الدولة اللبنانية. صحيح. فإذا نضلنا هيك نايمين ومستهترين بالوقت، الوقت ما راح يساعدنا. شربل قبل ما اسال وضح امور إلى علاقه بالمنتخب وبتخص نادي الانصار كمان بسرعه، بقى وقتنا تقريبا خلص، شو عندك تعليق له علاقه بالمرحله المقبله الخاصه بالمنتخب؟ يعني الامر الاساسي انه نحسم كل هالامور المبهمه، ان كان على صعيد اللاعبين، ان كان على صعيد الجهاز الفني، كان على الصعيد الاداري، ان كان على الصعيد الارتباط بالدوله بهالمرحله. يعني اذا اليوم عم يطلبوا 3 مليون دولار لتحضير المنتخب، المتابعه وين؟ البلان اللي طلبتها الوزاره يعني تحدد النقاط الاساسيه كمان مفروض تكون واصله، لانه اليوم منتخب لبنان صار للفوتبول، هذا الامر كثير منيح للاشخاص اللي بيحبوا الفوتبول، انه صارت واجهه الرياضه اللبنانيه. صحيح. يعني بعد الالعاب من اليد للباسكتبول حتى الفوتسال بفتره من الفترات سرقت الرهجه من منتخب الفوتبول، اليوم منتخب الفوتبول عم يرجع لهالواجهه. ما بصير نضيع وقت بهالامور الضيقه، ما بصير نضيع وقت باجتماعات حتى ما نطلع منها بنتيجه. وضح الهدف الاساسي لازم يكون اليوم ابعاد المنتخب عن كل هالتجاذبات. اكيد. اليوم تشكل لجنه منتخبات. نعم. نعم، ليك في عندي بس اشاره لشغله، عندي تخوف كثير كبير من الورقه اللي حكيت عنها اللي راحت للوزاره، عندي تخوف كون بعتت بهالطريقه لتنرفض، طبيعي اليوم بالدوله في اجراءات لازم تنعمل. بينبعث هيك مراسلة مع الوزارة اللي كان لازم تكون ضمن اجتماع قبل مراسلة، هلأ يعني هلأ عم نحكي، عندي تخوف كون بعتت لتنرفض ليكون في حجة بحال فشلنا بالتحضير. اليوم النجاح بالسنة وثلاث أشهر لقدمين رح يعرف فيه منتخب، هن نجاح مش التأهل، هن نجاح المشاركة، لأنه هيدا الفرصة لإلنا لنبني كرة القدم. صحيح. بس نحن كمان بدنا نكون واقعيين، يعني هون بهيدا المرحلة يمكن الاتحاد منه متخوف يلاقي ذريعه انه فشل او نجح بهذه المهمه، يعني نحن بنعرف شو شربل. انا بقول دائما للاعبتنا على الهواء بكذا مره صرت اقول لانه روحوا تمتعوا العبوا فوتبول حلو، صح، يلعبوا كل مباراه ربحوا مش مشكله، نحن بوجودهم بهذا الدور حتى يعني صح بدنا نكون واعيين، يعني شربل الجرأة الخساره الفنيه، خوفي من الخساره المعنويه الاداريه التنظيميه التحضيريه، هي بناء للمرحله لبعدين لكاس اسيا وغيره. وضح بدي جاوب بس على اسئله سريعه كثير. حسن عبود باكد عوده فضل مسلماني للتضامن حتى نهايه الموسم، الكلام صحيح؟ وائل الترك بيقول رح تصير قناة الجديد للنجمة، شو رأيك وضح أنت أمين عام الأنصار؟ لا يعني كمان للأمانة أنه لا، قناة الجديد عم تتعامل باحترافية عالية جدا، النجمة متصدرين، لو كنت أنا بعدني بالإعلام أكيد بدي أعطيهم كل وقت. مهدي زلزلي بيقول أنه إحدى القنوات الكويتية كانت عم تحكي عن أنه الاتفاق والكويت هن اللي رح يتصدروا مجموعتهم بكأس الاتحاد الآسيوي وما جابوا سيرة الفرق اللبنانية. شوي شوي يا مهدي لازم نفرض حالنا مطرح ما لازم نكون. أسئلة بس بدي كل سؤال جواب بكلمة سريعة. حسين كبوت بيسأل شو صار بلقاء الكابتن جمال طه مع المدرب بوكيل، شو صحة الكلام أنه جمال رح ينضم للجهاز الفني للمنتخب؟ نسأل على حراس المرمى عنا اللي هن لاري مهنا وحسن مغنية ومدى إصابة لاري مهنا، شرح له شو خطته للمرحلة القادمة، كتير مهم أندية المقدم يكون عم تتعاون مع المدرب، وثيو بوكيل هيدي زيارته يمكن العاشرة على الملعب لعنا لانه في علاقات دايمه معه. ليون ابو حمد بيقول انه الاستاذ رهيف علامي وسليم دياب بدهم جمال طه بديل لاسامه الصقر، انا فيي جاوب عن وضح انه هذا الحكي ما في منه، سليم بيك دياب والاستاذ رهيف بعاد تماما عن الموضوع. سليم دياب متعاطى بالفوتبول صار له شي 5 سنين ثلاثه يمكن. هولي هن بعتقد. احمد فخر الدين بيسال عن استبعاد عباس حسن، لا اكيد باكد لك انه مش رح يستبعد عباس حسن وهو عنصر اساسي بس ما معروف في حراس المرمى لحديت هلا بالمنتخب اللبناني. بدي اذكر شربل بالمباريات كاس الاتحاد الاسيوي بكره الصفا مع الشرطه السوري، مباراه رح تكون منقوله مباشره ابتداء من 5 إلى 10 على شاشه الجديد، مباراه الاربعاء العهد بيلعب مع الاتفاق السعودي بالسعوديه، رح يكون من الصعب نقل المباراه نظرا لتوقيتها 7:30 المساء، انما بتقدروا تشوفوها الخميس الساعه 3:30 تمام بتوقيت بيروت.
على شاشة الجديد إعادة هالمباراة. إذا هذه هي مباراة كأس الاتحاد الآسيوي. شربل باقي معنا دقيقة، بوعدك أنا بحلقة خاصة للفوتسال، بس بقول لكل مشاهدين الجديد كأس أمم آسيا بالفوتسال بدبي بشهر 5 رح تكون منقولة على شاشة الجديد، ورح تقدروا تشوفوا كل مباريات منتخب لبنان على شاشة الجديد، لأنه نحن كتير متأملين بهالمنتخب يروح على كأس العالم. شربل كلمتين يعني فوتسال إذا بدك. هذا أهم خبر يمكن للفوتسال اللبناني من فترة طويلة، من وقت انطلاق الدوري من 4 سنوات أو 5 سنوات تحديدا. بنتأمل أنه هيدا تكون خطوة جديدة، يعني نحن كلجنة كرة الصالات بالاتحاد اللبناني، لهيك عم نحاول نحيد هاللعبة عن التجاذبات الموجودة بالرياضة اللبنانية بشكل عام. نتأمل أنه يكون النقل وجه خير على منتخب لبنان، لأن فعلا عندنا أمل كتير كبير أروح على كأس العالم بعد القرعة اللي انسحبت إن شاء الله بدبي. بداية بدي أتمنى التوفيق للصفا والعهد، لأنه هيدي متابعة اللي أنجزه منتخب لبنان، وهذا بيساعد كل الكرة اللبنانية على التقدم. وبدي أقول أنه اليوم المرحلة اللي جايين عليها هي فرصة لكل كرة القدم اللبنانية أنه تفيق وترجع. لازم نستفيد منها، مش بالنتيجة الفنية بالملعب، بالنتيجة الكاملة على مستوى كل شيء. بحاجة نحن لتخطيط، إن شاء الله يبلش يفكروا من بكرة كيف نخطط للمرحلة الجاية. أنا كمان بدعي اتحاد كرة القدم وبدعي أندية كرة القدم أنه يحطوا إيدهم بإيد المؤسسات الرسمية ويكونوا إيد وحدة مع بعضهم ببناء خطة، بوضع خطة سريعة للمنتخب اللبناني. وبدعي كل المسؤولين عن لعبة كرة القدم وضع الأحلام الشخصية على جانب كتير من أعضاء الاتحاد أو مسؤولين الأندية أو حتى الوزارة، والتفكير أنه لبنان هو الأهم بهالمرحلة. بدي اعتذر بنهاية الحلقة من الأستاذ ميسم أماطي رئيس نادي الخيول اللي كان مفروض نتصل فيه لناخد منه أجواء اللقاء مع الاتحاد حول مشكلة الدرجة الثانية، إن شاء الله بنتابعها. بس بقلكم أنه موضوع الدرجة الثانية بعده منحل، كان في لقاء الأسبوع الماضي وكان في وعد بدراسة الموضوع من الطرفين واللقاء هالأسبوع، على أمل أنه يلتقوا فعلا ويكون في حلول نهائية وجذرية لها المشكلة. هيك بنوصل لختام أوفسايد اليوم، لقاء تاني بكرة إذن ساعة 5 إلى 10 مباشرة من المدينة الرياضية بلقاء الصفا والشرطة السورية ضمن كأس الاتحاد الآسيوي. إلى اللقاء.